بعض الناس هدانا الله إياه. يقول أنا لا أعبد الصالحين. لا أعبد الأولياء. أنا فقط أريد منهم القرب إلى الله، يقربوني إلى الله. أريد منهم الشفاعة، يشفعوا لي عند الله. نقول هذا الكلام هو كلام الكفار. وبهذا الكلام كفرهم الله. تقرب إلى الله مباشرة. أدعو من الله مباشرة. هؤلاء عبيد لا يعبدون. لماذا تطيل الطريق؟ تطيل الطريق وتقع في الشرك الأكبر. لماذا تشبه الله سبحانه وتعالى ببعض الحكام الظلمة؟ لأنه ما يستطيع يصل للحاكم، لابد يدفع رشوة أو يأتي الإنسان حتى يوصل إلى الحاكم. الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. نعم.